تبون الصج؟ السحر موجود فيهم اثنينهم. صباحكم الله بخير ويعطيكم العافية. اليوم قاعدنا هني مدينة جعلان، جعلان بني أبو حسن. بني أبو حسن، فللأسف ما راح نطول فيها، مجرد ليلة واحدة بس. فيعني بداية الفيديو، احنا ماشيين من هذه المنطقة، واحب اشكر اخوي محمد على الاستضافة الحلوة هذه. الله يعطيكم العافية وما قصرتوا الصراحة، احجرتونا والله، احرجتونا يعني شريف صراحة. بس ترى عاد ما طولت، ولا كان ودنا نكبر الجدول شوي. باذن الله ان شاء الله. في مخطط السفرة شهر 8 يمكن نروح صلالة، فقبل لا اروح صلاله راح امر عليك ان شاء الله. فتعال معنا، ايش رايك تروح ويانا صلاله؟ بروح معك بعد المغرب. لابس المغرب اليوم، راح اقول لكم ليش لابس المغرب اليوم ان شاء الله بعد شوي. فهو عجبت الفانيله، قال لي بروح اسافر معك المغرب. الله يخليك. تسلم. الله يسلمك. حياك الله. يلا مع السلامه يا محمد، ونشوفك ان شاء الله على خير بالمرات القادمه. ان شاء الله نتلاقى مره ثانيه. الله يعطيك العافيه. عوده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله ولازم تجينا الكويت اكيد ان شاء الله. ما نقطع لك قبل لا تجي، بس دق علي ان شاء الله وما يصير خاطرك الا طيب. الله يسلمك. يلا مع السلامه. مع السلامه. يعني بصراحه ومن غير اي مجامله، انا ذكرتها بالفيديوهات اللي قبل واذكرها الحين بعد، كرم اهل عمان صراحه لا يوصف. يعني تي هني يعني بس يشوفون ان انت مو من اهل البلد، يعني الكل يتعازم عليك، تعال انا ابيك تي عندي. يعني حتى لو ما يعرفك يجي يسلم عليك، تعال عندي. يعني صراحة وهالشيء يمكن يسبب لك بعض الإحراجات، إنك يعني ما تبي تروح مع واحد وتخلي واحد ثاني. فصراحة يعني كرم أهل عمان لازم تجون هني وأنتم تشوفونه وتجربونه بأنفسكم. يمكن الكلام مهما قلت ومهما تكلمت ما راح يوفيهم حكم صراحة. شوف هذا البوش على قولة أهل عمان، البعير شوف يعبر الشارع، لازم توقف له تحترمه تخليه يمر بكل سلاسة. يعطيك العافية. مثل ما ذكرت لكم بالفيديو اللي طاف، ان احنا الحين بالشرقية، والشرقية يعني يغلب عليها الطابع البدوي والبر والحياة البسيطة والتراثية. وصلنا الحين منطقة صور، وصور من اشهر المدن هني بصناعة السفن. مثل ما انتم شايفين هني، هذا هو مصنع صاير على البحر، قاعدين يصنعون السفن هني. هذا واحدة منهم اللي هو البوم القديم، احنا بالكويت نسميها البوم، بس هني صراحة ما ادري ايش يسمونها، يمكن نفس الاسم مو متأكد. شوف هذا القارب شلون شيء كبير شغالين عليه الحين، وهذه الحبال اللي يستخدمونها للقوارب. شوف ايش كبر الواحد، كبير حيل. وهذا القارب الضعيف هذا الطويل، شوف شنو صاير. شوف المسمار، شوف المسمار شوفه. شوف هذا هو الخشب، شلون يقصونه من الشجر ويكون كذي كبير، ياخذون الشجر العملاق ويسووا منه الخشب هذا كذي الشرايح. وطلالة المصنع هني جدا جميلة. شوف المكان شلون صاير. هذا الجسر بنروح له الحين ان شاء الله، الجسر المعلق هذا الجديد توهم مسوينه. وهذا هو الجسر هني تقريبا مقابل المصنع مال السفن، نفس ديزاين جسر بروكلين اللي بامريكا، نفس الطريقه، افتتحوا سنه 2011. مدينه صور مو بس تشتهر بصناعه السفن، حتى مشهوره بعد بصناعه الخناجر، الخناجر العمانيه المعروفه. ما قدرت الا اني اوقف وطالع لهذا المنظر، البحر على مد البصر. شوف هني الجبال بعد، وهني الحلا كله فيصل موجود. والجبال ومنظر على طول مطل على البحر كامل، عجيب ما شاء الله. ما شاء الله على الطريق دخلنا الحين، هذا وادي اسمه وادي طيوي، جدا جميل. شلون يعني سبحان الله الناس شلون عايشه كذي بين الجبال مع النخل والماي حوالينهم مني ومني. الماي هني يعني بس تعال هني واسبح مع الجو الحار هذا، بس تشوف الماي صدق لازم تروح تطب. وهو طبعا هذا الجسر الخط السريع اللي كنا فوق قبل شوي، لكن نزلنا كذي مني من تحت، والحين راح نكمل مره ثانيه طريقنا. هذا هو مني الوادي، هذه طبعا بدايته، انت تروح تكمل كذي مني داخل راح تروح الى النهايه. هذا هو الخط السريع اللي قلت لكم عنه قبل شوي، الحين بنرد مره ثانيه ونركبه كذي على طول. وبمسافه جدا بسيطه راح نروح الى وادي شاب،
يعني وادي طيوي مجرد بس دقائق هناك، والحين وادي شاب المعروف راح تشوفونه الحين ان شاء الله بعد شويه. ويلكم تو وادي شاب. شوف التيوس هنا، تعال 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 تعال. المكان رهيب ما شاء الله. شوف يقولون ان لازم نروح بقارب داخل، ما ادري، يلا نروح الحين ناخذ القارب يودينا الى الداخل. الشخص الواحد بريال عماني بس. ايه تز تز. السلام عليكم. يعطيك العافيه. شوي شوي لا تطيح. يلا يعطيك العافيه. مع السلامه. الله يسلمك. صاحب القارب اللي توه يقول تقدر تمشي للحوض الكبير تقريبا 45 دقيقه داخل، لكن احنا ما نبي نضيع وقت وما نبي نروح كل ال 45 دقيقه هذه، نبي نروح الاول حوض كبير موجود اللي هو تقريبا يمكن يبعد 15 دقيقه بس، اللي سووا فيه فعاليات ريد بول قبل. شوف شحالات المكان ما شاء الله، يعني صدق شوي الطريق يعني نوعا ما وعر، لكن المناظر رهيبه ما شاء الله. الطريق وعر وعر جدا. شوف كل صخر، شوف على مد البصر. هذه بركة صغيرونة على الطريق، بس احنا بنكمل حق البركة الكبيرة. ما بقالنا شيء، قربنا. بس شوف المكان ما شاء الله، شوف 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 شلون صاير. شوف الطريق، شوف كذي، شوف هذاني المكان مرعب. شنو رايكم بالمكان؟ بس هني شوف هذا هو، هني كانت مسابقة ريد بول للقفز بالماي. الماي هني جدا عميق. شوف هذا هني كان الستيج، بس الحين شايلينه، كان الستيج هني حاطينه فوق عشان ينطون كذي من فوق مني. ايش رايك تتحمى؟ لا انا مستعجل، لازم هذا حركات الواحد النصاب يتعذر. ما شاء الله طب من فوق هذا. فيصل هلا. الاجانب هذول صدق ما عندهم سالفه، ينط من فوق وما شنو يا اخي، بس تمشي وطالع ما عندهم سالفه يا اخي. لا هي عاد انت بالحراره اللي فيك اساسا. خلاص انتهت جولتنا بهذا الوادي الجميل، للاسف كانت جدا قصيره بسبب قصر الوقت، ولازم نروح ونوصل اليوم مسقط بالليل. انا برايي للعوائل العربيه والخليجيه خصوصا، اذا كانوا يبون يروحوا مثلا وادي واحد، فوادي بني خالد اشوفه مناسب اكثر لهم من الوادي اللي هني، لان هذا الوادي اللي هني تقريبا يعني متعب وما في اماكن شوي كبيره خصوصا حق الاطفال او حق الناس اللي مثلا ما تعرف تسبح. نفسي طبعا على الطريق دخلنا منطقه قريات واخذنا لنا كذي وجبه سريعه، بس نستمد قوانا منها اساس نكمل الفسنا رحلتنا مشوارنا. طبعا بعد قريات كذي تدش داخل شوي مسافه طويله بين الجبال عشان تروح السد وادي ضيقه. هذا هو السد، شوف من هناك مبين صغير، بس اني بروح نقرب له بعد اكثر. وصلنا لسد وادي ضيقه. الصراحه ما توقعت السد والمنظر من هني بهذا الجمال، حتى واحنا جايين من قريات كنت قاعد اقول يعني صراحه ما له داعي كل هذا المشوار من قريات لهني وصعود جبل، بس المنظر خيالي. شوف شوف ما شاء الله. شوف لا والمكان مرتب بعد، شوف يعني شلون صاير بالين عدل، والحديقه اللي هني شلون مسوينها يعني مجهزه 100% حق العوائل انهم يجون هني ويستانسون ويستمتعون بالمنظر. في مطعم بعد هناك وهذه النافوره الحلوه هني، وتستمتع بالاطلاله. شوف المكان، شوف شوف الاطلاله ما شاء الله، شيء مرتب. طبعا سد وادي ضيقه يعتبر من اكبر وافخم المشاريع السدود بعمان، وارتفاعه تقريبا 75 متر والطول 400 متر. وسد وادي ضيقه يعني يعتبر امتداد
ل 120 وادي من وديان الشرقية، فكلهم يصبون بهالمكان هذا هني مكان واحد. وبدوا العمل فيه سنة 2006 وخلص سنة 2012. الغروب تشوف مسقط من العقبة، عقبة رحت انت؟ الحمد لله على السلامة فيصل. الله يسلمك من كل شيء. واخيرا وصلنا البيت بعد مشوار طويل. شوف متى طالعين ما شاء الله، شوف حلاوة الجو وراي. خلاص صار المغرب، لازم نروح نبدل نتعدل. ايه خل اقول لكم شنو هو الموضوع وليش انا لبست اليوم بلوزة المغرب. من لما انا كنت بسفرتي بالمغرب ما شاء الله يعني الشعبين منسجمين مع بعض جدا، يعني التعليقات اهل المغرب تعليقات اهل عمان وكلهم يحبون بعض، ما حد قاعد يغلط على الثاني وما حد قاعد يتكلم مع بعض بشكل سلبي او شيء كذي، على عكس يمكن بعض الامور الثانيه مع الدول الثانيه. والشيء المشترك اللي انا شفته بين الشعبين اللي هو طيبه الشعب وكرمهم وضيافتهم، فمثل ما شفت الترحيب الحار الموجود هنا بعمان هالشيء هذا هم شفته هناك. اما الشيء الاكبر اللي كان صدق مشترك بين البلدين اللي هو قبل لا اروح المغرب وقبل لا اروح عمان الكثير كانوا يتكلمون ويقولون دير بالك انت رايح البلد السحر، سواء المغرب او سواء عمان. تبون الصج؟ السحر موجود فيهم اثنينهم، لكن سحر اخلاقهم، سحر تعاملهم، وسحر ضيافتهم اللي تخليك تحب البلد وتحب اهل البلد وتحب انك على طول تيهم وما تتركهم. وطبعا هالشيء ما نبي بس يكون بس بين عمان والمغرب، نبي هالشيء يكون بين كل الدول العربيه، متحابين متعاونين مع بعض، كلهم يكونون ايد واحده وبعيده عن السياسه وبعيده عن الاعلام وبعيده عن كل الاشاعات. فشكر خاص راعي الرحلة هذه الديوانية للحلوى العمانية على رعاية من الرحلة، وتواصلوا معاهم خصوصا الناس الموجودين بعمان والعمانيين، حساباتهم تحت ورقم تلفونهم هم موجود بعد تحت. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون تعطونا لايك وسووا سبسكرايب إذا مشتركين بالقناة، وانشروا الفيديوهات كثر ما تقدرون عشان ندخل الترند على طول بكل فيديو. ونشوفكم إن شاء الله باكر، مع السلامة.